Hey guys, السلام عليكم ورحمة الله. تحية مني خاصة لكل مشتركي القناة ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ونرحب بالمشتركين الجدد اللي انضموا لعائلة MB. ورجاء أني لعت أول مرة تشوفني، رجاء أني لعت ما تشترك في القناة، تشترك في القناة من تحت، اضغط على زر الجرس لتفعيل الإشعارات. كنا تحدثنا في فيديو سابق عن تكوين الريشات أو ما يسمى بعين الصحراء، وهو تكوين صخري موجود في الشمال الموريتاني، تحديدا وسط الشمال الموريتاني. والفيديو الذي تحدثنا فيه عن هذا التشكيل هو فيديو ستوري تايم أو وقت القصة، وهو هذا الفيديو. طبعا كنا نتكلم عن التشوه الصخري اللي موجود قرب مدينة وادان، واللي سموه بعض علماء الجيولوجيا تكوين الريشات، وهو عبارة عن حفرة كبيرة موجودة قرب مدينة وادان. درمزنا نعدل عنها فيديو مفصل. إذا الآن الأوان أن نتحدث عن هذا التشكيل الصخري أو هذا التكوين المسمى بتكوين الريشات أو عين الصحراء، وسنتحدث عنه من خلال ثلاث نقاط. أولا، الجذور التاريخية، متى اكتشف ومن اكتشفه. ثانيا، سنتحدث عن النظريات العلمية التي تحاول تفسير هذا الشيء. ثالثا، سنتحدث عن الفولكلور الشعبي الذي يحاول تفسير هذا التكوين. أول اكتشاف لهذا التشكيل الصخري كان في بداية السبعينيات. أول من اكتشف هذا التشكيل الصخري هو عالم الجيولوجيا الفرنسي تيودور مونو سنة 1974، وعندما اكتشفه أصيب بصدمة من حجم هذا الشيء، حيث أن قطر هذا التشكيل أو هذه الحفرة هو حوالي 30 كيلومتر. وهذا ما يعني أن مشاهدة الحفرة من الأرض لا تعطيك صورة واضحة لحجمها، وإنما مشاهدتها من الفضاء الخارجي عن طريق الأقمار الصناعية هو الذي يعطيك صورة واضحة لحجمها وشكلها الرائعين. ولذلك وكالة ناسا الأمريكية صنفت هذا التشكيل أو هذا التكوين الصخري من ضمن 10 أماكن هي الأغرب والتي لا يوجد لها تفسير علمي على مستوى العالم ككل، وهذا ما يعطي خصوصية مميزة جداً للموقع. النظرية السائدة منذ اكتشاف هذا الشيء على يد تيودور مونو هي أن هذا التكوين الصخري أو هذا التشكيل هو نتيجة لاصطدام نيزك بالكرة الأرضية قبل 90 مليون سنة. قبل 90 مليون سنة يعتقد أن هناك نيزك اصطدم بهذه المنطقة تحديدا، مخلفا هذه الحفرة العملاقة التي شكلت تكوين الريشات أو عين الصحراء، وهو مكان ساحر جدا. لكن مؤخرا يوجد فريق بحثي من جامعة كيوبيك الكندية قام بزيارة الموقع وأخذ أكثر من 100 عينة من الموقع بغرض تحليلها وإجراء اختبارات عديدة جدا عليها لمعرفة سبب تشكل هذا التكوين الصخري العملاق المسمى به تكوين الريشات أو عين الصحراء. خلصت الدراسة إلى أن هذا التشكيل هو عبارة عن بركان خامد منذ 90 مليون سنة. آخر انفجار أو آخر حياة كانت موجودة بهذا البركان على الأقل قبل 90 مليون سنة. وأعتقد أن هذا الشيء حقيقة رائع، حيث أن هذه الحفرة مختلفة تماما عن طبيعة التضاريس في البلد، حيث تمتاز تضاريس البلد ككل بالبساطة وانبساط الأرض، إلا هذه الحفرة الموجودة بالقرب من مدينة واتان في الشمال الموريتاني. الحفرة مميزة وهي مكان مميز يستحق الزيارة. الموروث الشعبي لسكان المنطقة يحاول هو الآخر تفسير هذا التكوين من خلال عدة قصص. أول هذه التفسيرات هو أن هذه الحفرة العملاقة والتي قطرها 35 كيلومتر أو حتى أكثر في بعض المصادر الأخرى، يقولون أن هذه الحفرة هي عين لوحش عملاق جدا يوجد تحت الأرض، وهو تفسير بدائي جدا ولكنه يدخل ضمن الموروث الشعبي لسكان المنطقة. التفسير الثاني لدى السكان هذه المنطقة هو أن هذه الحفرة هي عبارة عن منطقة يوجد فيها كميات كبيرة جدا من الذهب، سواء مدفونة فيها أو حتى في تربة المنطقة نفسها. الحقيقة المطلقة هي أن التكوين حتى الآن لم يبح بأسراره، وما تزال المنطقة تحتفظ بأسرارها في انتظار عديد البحوث العلمية. الأكيد هو أن وزارة السياحة الموريتانية يجب أن تقوم باستثمار في تسويق المنطقة ومحاولة تعريف الناس بها في سبيل اجتذاب السياح للمنطقة. أعتقد أن المنطقة ساحرة ويمكن أن تكون عامل جذب للسياح، وهذا شيء مميز بحد ذاته. وبس، هذا كل شيء كان عندنا في الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصحابكم، ولعت أول مرة تشاهدني اشترك من تحت. سلام.